احنا بننتقد ساعات بنقول ايه؟ ما بننتقدش عشان ننتقد، احنا بننتقد عشان عايزين احسن من كده. صحيح. لان انت حاسين ان انت احسن من كده. اتمنى ان النهارده الكره اللي اتلعبت ده نمط نادي الزمالك، دي الطريقه اللي حببت الناس في كره نادي الزمالك. انا بقولش على النتيجه، بقول على انت قاعد يعني. الراجل حتى المذيع قال لك مدرسه الفن والهندسه مزبوط. رجعت مزبوط. الكلمه دي بقالنا كتير ما بنسمعهاش، واخد بالك ازاي؟ ده شيء حلو جدا، وفي الاخر انت طلعت كسبان. انا اتمنى ان دايما، انا اصلا يا صبري معلش، تلقى في ناس كتير جدا بتتكلم في التشكيل وده لازم يلعب وده يا جماعه، في حاجه اسمها مدير فني موجود، هو اللي عايش معاهم، هو اللي عايش وجهاز فني موجودين هم. صحيح. حتى احنا في الاستوديو لما بيجي لنا التشكيل ممكن نكون مش راضيين على حد، واخد بالك، بس لازم ندعم هذا التشكيل. صحيح. واخد بالك. فطبعا مبروك، وان شاء الله الفتره اللي جايه نستثمر ده. انما طول ما انت كويس ما يهمكش المنافس، المهم انت تفضل الحاله الجيده اللي انت وصلت فيها.